أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: قرأت في كتاب حاشية الروض المربع في شرح زاد المستقنع أنه لا يجوز قراءة سورة الفاتحة في الصلاة لوحدها، علما بأن هناك من يقول إنه يجوز قراءتها لوحدها في الركعة الثالثة والرابعة، أو أن تقرأ الفاتحة وسورة. السؤال: ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا، ما قال في شرح الزاد إنه لا يجوز، يقول يكره كراهية، يكره أن يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين، يكره أن يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر أو من العصر أو من المغرب أو من العشاء أو الفجر، ركعتين الأوليين، فيقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، ويكره أن يقتصر على الفاتحة. لكن لو اقتصر فصلاته صحيحة. ما قال صاحب شرح الزاد إنه يحرم، بل قال يكره. نعم.